السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالمتابعين، وياكم ماجلان البلدان يوسف جلال. وكلامنا اليوم عن بلد يسمى بملتقى الحضارات، الطابع الأندلسي بالعمران والمأكل والملبس. البلد اللي بياخذنا ماجلان البلدان إليه اليوم مو بلد أوروبي، بأفريقيا. حلقتنا اليوم عن دولة شعبها ممتع وطيب جدا. أغلبكم سمع عن المغرب، العديد من الصور الأيقونية لكازبلانكا، أسواق مراكش، الكسكس والطربوش. بالنسبة للمغرب عندهم طرقهم وأساليبهم الخاصة، نقدر نسميها مثلا كاليفورنيا العالم العربي. والشي الغريب ان فعلا مساحة المغرب وعدد سكانها مقارب جدا لكاليفورنيا. وين موقع المغرب يا ماجلان؟ المغرب يا شباب في منطقة شمال افريقيا المعروفة بالمغرب الكبير، احدها المحيط الاطلسي من الغرب والبحر المتوسط من الشمال الشرقي، ومضيق 13 كيلومتر مع اسبانيا المعروف بمضيق جبل طارق. البلد مقسم ل 12 جهة، ثلاث مناطق متنازع عليها، عاصمتها الرباط وتقع في الساحل الغربي للمحيط الأطلسي. المدينة الأكبر الدار البيضاء، وثاني أكبر مدينة فاس، في حين أن طنجة ومراكش يتقاربون ويتبادلون المركز الثالث. أكبر مطار هو مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، عقبه يجي مطار مراكش وأكادير، وجهتين مفضلتين للتجارة وللسياحة. خلونا نتكلم بشكل أعمق شوي، وتعرفوني أي قد أحب الجغرافيا. أهم الأماكن في المغرب وين يا ماجلان البلدان؟ قصر البديع، المدينة الزرقاء، شفشاون الشام، حدائق ماجريل، ضريح محمد الخامس، مغارة هرقل، كنيسة ابن دنان اليهودي، أبواب فاس. وفي فاس أكبر مجال حضري بدون سيارات بعد، بقايا مدينة وليل الرومانية، قصبة مكناس، الجامعة اللي تعتبر الأقدم في العالم، قبور المارينيين، وطبعا مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، سابع أكبر جامع في العالم وأعلى صومعة في العالم بعد. وإذا بنتكلم عن المناطق المرتفعة، جبال المغرب رائعة جدا، خيال. الكثير يعتقدون أن شمال أفريقيا كلها صحراء، لكن لما تروح للمغرب تشوف صخور أكثر من صحراء، يقع فوق الحدود بين الصفيحة الأفريقية والأوروآسيوية. يقع شق الأطلس شمال البلاد بجبال الريف، وأيضا أنشأ السلاسل الجبالية الأخرى، الأطلس المتوسط والصغير والكبير. ماجلان كملها لو سمحت، قول عيوني أين تتواجد أعلى قمة في شمال أفريقيا؟ توب قال، وفيها بعد أكبر بحيرة، حوض بين الوديان ومنبع وادي درعة اللي يصب في المحيط الأطلسي. وباعتبار الصحراء الغربية في الجنوب ففيها أراضي جافة وخالية وصحراء ما شاء الله واسعة كبيرة عدد، تحتوي على تراكمات معدنية مهمة تستعمل في التنقيب. المناطق الساحلية شمال الجبال يعيش فيها غالبية السكان في المغرب، وبالطبع لأنها أكثر استواءً وصالحة للزراعة أحياناً تتساقط الثلوج بالأعلى. في المغرب أكبر منتجع للتزلج في أفريقيا، في حين كل ما اتجهت جهة الجنوب يزيد الجفاف والأراضي الصخرية والحرارة. شوفوا شلون، على الرغم من طبيعة المغرب القاحلة، في المغرب كمية مهمة من الثروات الطبيعية، حوالي 18% من المساحة قابلة للزراعة. وأيضا البلد في تنوع حيواني طبيعي، وفيها الكثير مستوطنة مثل الغزال والخنزير، ثعالب الصحراء، أكثر من 90 نوع من الزواحف. يمكن مر عليكم ماعز يتسلق الجبال، هذه بعد تحصلها عندهم في قرية تامري. وللأسف نظرا للمتاجرة الغير قانونية للحيوانات وعوامل بشرية، الكثير من هالأنواع من الحيوانات مهددة بالانقراض، وبعضها مثل الرمز الوطني للمغرب اللي هو الأسد البربري تعرض للانقراض من المنطقة، وكان آخر أسد تمت مشاهدته عام 1922.
خذنا يا ماجلان البلدان والأوطان إلى الاقتصاد عندهم، وإيش أحواله؟ الاقتصاد المغربي والخامس بأفريقيا حسب الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد. قطاع الخدمات في الصناعة خصوصاً تعدين ياخذ الحصة الكبرى للتشغيل، أقصد أن البلد يحتوي على 75% من الاحتياط العالمي للفوسفات. رغم هالشي ما زال الاعتماد الكبير على الأنشطة الزراعية، حين يقوم بتشغيل 40% من العمال. ويقال أيضا أن المغرب يا شباب هي أضخم قطاع صيد بحري في إفريقيا بحوالي 3% من الناتج الإجمالي، وأكبر مصدر لسمك السردين في العالم. صدقوني المغرب فيها كمية معلومات مو طبيعي. خلوني أقول لكم بعد عن مواردهم وأكلهم، لكن لا تنسون تنشرون المقطع وتسوون لايك وسبسكرايب. الله يسلمكم. أشهر أكلاتهم الشف الطاجن، الرفيسة والحريرة والبسطيلة والسفة والمروزية والمشوي، وطبعا أكلتهم الوطنية الكسكس، والكل يعرفها. ولا تفوتكم حلوياتهم، اسألون عشان أضبطكم. روعة حلوياتهم، روعة. الشاي بالنعناع هذا اللي لا تفوته إذا رحت المغرب، هذا في المغرب مشروبهم المفضل. أوه نسيت أخبركم إن المغرب البلد الوحيد اللي ينتج زيت أرقان، ويستعمل لأغراض متعددة، للأكل، للتجميل، وللعناية بالشعر. وبعد بعطيكم بعض المعلومات على السريع عن المغاربة. في العالم العربي المغرب مثابة شنو؟ مثابة القريب الغريب. شلون يعني؟ مثلا اللي انضم للعائلة عن طريق الزواج. معظم المغاربة ما يصنفون أنفسهم إنه هم عرب، مع انهم عرب. ليش؟ اولا عدد السكان يقارب 36 مليون نسمة، وفيها اكبر عدد من الامازيغ في كل افريقيا. صعب تحصل احصائيات دقيقة، لكن المتفق عليه حوالي من 40 الى 80% منهم عنده اصل كلي او جزئي امازيغي، بينما فقط 19% تقريبا عرب. النسبة المتبقية مجموعات اغلبها فرنسية او اسبانية، بالإضافة للمهاجرين من غرب أفريقيا. عملة المغرب اللي هي الدرهم المغربي. ها جبنا طار الأمازيغ، منهم الأمازيغ يا ماجلان البلدان. الله يسلمكم. ببساطة هم السكان الأصليين اللي استوطنوا مناطق عديدة من شمال أفريقيا. عندهم خلفية مختلفة تماما عن العرب، عادات وتقاليد خاصة بهم، فن خاص، لباس معين، لغة خاصة. حاليا اللغة الأمازيغية لغة رسمية في المغرب، في الجزائر. اللغة تنكتب بالحروف اللاتينية. بالنظر لكل هالأشياء معظم المغاربة ثلاثيو اللغات، لغتين أم ولغة أوروبية، وفي الغالب تكون فرنسية. وطبعا لو تسأل أي عربي وش أغرب لهجة عربية بيقول لك المغرب، واحتمال كبير ما يفهم وش يقول بعد. والحين سؤالنا إلى متابعينا من المغرب، اعطونا اشهر الشخصيات المشهورة عندكم واكتبوهم في التعليقات تحت. بعض الشخصيات التاريخية في المغرب المشهورة طبعا ابن رشد وابن تاشفين وابن بطوطة، الملكة ديهية، طارق بن زياد، ونبغي من احبائنا المغاربة شخصيات مشهورة معاصرة يعني مالت هالزمن. حصلتون على معلومات قوية عن المغرب. في شيء مهم ما ذكرت لكم، أهم شيء لا تنسون الاشتراك في القناة، سبسكرايب، لايك، ونشر المقطع في جميع أقطار العالم. وانتظرونا مع دولة أخرى، والسلام عليكم.